الكلمة للزميل يزيد الجهني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أحييكم في هذا اليوم وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر ديسمبر، على بركة الله نستعين في سباق المؤسس في 5 كيلومترات لسن اللقاية. مشاهدينا الأعزاء على قناة الريال، ننطلق وإياكم إلى مقدمة الشو وإلى الجازي اللي تسيطر على أول الأسماء. الملكية تعود للسيد هزيم بن خليفة بن سلطان السويدي، بينما المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات ألا وهي الشاهينية لحمد بن سعيد بن حمد البريسي المري، ولكن من تنتزع المركز الثاني؟ يا سلام اللي وصلت القحيدية لمبارك بن زهيل بن لويع العامري. يا سلام الأعداد الهائلة المشاركة في هذا الشوط. يا سلام الشوط يصل عدده إلى 104 مشارك. يا سلام، نتمنى التوفيق للجميع. سيل من اللقاية. يا سلام، ناخذ المركز الثالث اللي انتقلت بدورها في هذه اللحظات ومن وصلت سرابة لياسر بن سالم بن راشد الساعدي، وناخذ المركز الرابع. يا سلام اللي وصلت في هذه اللحظات الغالية في هذا السباق الغالي في ميدان غالي. يا سلام سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الإحبابي، ولكن شوف يلي بتشوف، شوف يلي بتشاهد اللي من الجانب الآخر اللي تسللت. قدمنا يا أبو حمد هناك، بنشوف اللي تسللت من الجانب الآخر وتريد أن تنتقل إلى صدارة الشوط. يا سلام يا سلام، قدمنا يا أبو حمد هناك، بنشوف المراكز الأولى المتقدمة، ولكن يا سلام هذه اللي وصلت، هذه من وصلت سرابة ياسر بن سالم بن راشد الساعدي، وأيضا وصلت الفائزة أو معجزة لمحمد بن راشد بن علي بن قطفه المري. ومن الجانب الآخر يا سلام يا سلام، هذه أيضا اللي وصلت في هذه اللحظات، وهذه المنطلقة مشاهدينا الكرام اللي هي الشايبة لمحمد بن صالح بن حمد القمرة النابت المري. مشاهدينا الكرام، انتهى نداؤنا للخمسة مراكز المتقدمة، وهنا مع الخمسة كيلومترات هذه التغييرات في هذه اللحظات اللي هي مشهورة لمحمد بن حمد بن خويتم العامري. الله يا سلام، اختلط الحابل بالنابل، وفي هذه اللحظات التغيرات من مركز إلى مركز. في هذه اللحظات الأعداد الهائلة، هذه الشاهينية سعيد بن سالم بن علي الغيلاني، وفي المركز الثالث مشاهدينا الكرام جميلة أو الدرعية لزايد بن محمد بن قراب بن راشد المنصوري، وفي المركز الرابع الله يا سلام، هذه رند أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. ياهو شوط، ياهي أعداد، ياهو سيل من اللقاية، لم تثبت أي مركز من هذه المراكز. التغيرات جارية في كل لحظة في كل لمحة. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط وسن اللقاية، سن المفاجآت. انطلق وإياكم إلى صدارة الشوط في ميدان التحدي، وهذا هو التحدي مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط. هذه مشكورة، مشكور يا أبو خويتم على هذه المشاركة وهذا التواجد في أرضية الميدان، ولكن رند اللي قادمة في هذه اللحظات بشعار أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام يا سلام، هذه رند من انطلقت لأحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري والمركز الثاني. يا سلام يا بن خويتم على المركز الثاني مع مشكورة اللي واصل على المركز الثاني، وسوف تكون مشكور يا بن خويتم إذا فزت في هذا الشوط. يا سلام، المركز الثالث ناخذ اللي انطلقت في هذه اللحظات، وهذه هي الدرعية لزايد بن محمد بن قران المنصوري. أعود إلى رند والكيلومتر الأخير، حان موعد الرقص يا مشاهدين الأعزاء، وهنا الكيلومتر الأخير، كيلو الإقلاع هناك مع الغلاف الجوي، 900 متر الأخير. رند غادرت المكان، غادرت في هذه اللحظات إلى أهالي ميدان مدينة زايد هناك. يا سلام، إلى الغربية رند لأحمد بن سلطان بن سيف المنصوري. مشاهدينا الكرام، انطلقت ولكن بالملاحقة وبالمطاردة
الكرات الشامخة للهيام بن سعيد بالجيل العامري. يا السلام أعود إلى مقدمة الشوط، يا السلام يا رند 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 قادمة رند وقادم، هذا الشعار بكل قوة شعار الإعصار. يا السلام أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، الشايبة قادمة الشايبة قادمة أو الشامخة قادمة في هذه اللحظات في منطقة الشموخ للسيد هيام زعيد بالكيله العامري. يا سلام اللحظات الأخيرة اللحظات القاتلة، لحظة ما بعدها لحظة مع رند والشامخة، رند والشامخة. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا ابن خويتم، قلنا لكم مشكورة قادمة، مشكور يا ابن خويتم في هذه اللحظات. الثلاثي الثلاثي مثلث البرمودة مع رند والشامخة وابن خويتم. يا سلام، هذه رند، تهانينا والناموس من الأعماق لمالك رند أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، وهي الغربية الناموس والسلام. المركز الثاني الشامخة للهياب سعيد بالكيل العامري، المركز الثالث مشكور اللي حمد بن خويتم العامري، المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع غند لحمد بن صالح بن فهيد المري، والمركز الخامس اللي وصلت مشرفة لظافر بن راشد بن مسعود المظفري. مشاهدينا الكرام، أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس. وكان التوقيت الزمني لحظة وصول غند أحمد بن سلطان بن سيف المنصوري 7 دقائق التوقيت الزمني، 32 ثانية في أي من الثانية. المركز الثاني كان مع الشايبة أو الشامخة للهيام بالشير العامري، 7 دقائق 32 ثانية 4 أجزاء من الثانية. وفي المركز الثالث مشكور لحمد بن خويتم العامري، التوقيت الزمني لحظة وصول مشكورة 7 دقائق 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية. مشاهدينا الكرام، انطلاقة شوط جديد، والكلمة مع الزمن.